بسبب عوامل كثيرة يصبح تنقل المواطنين محفوفا بالمخاطر. فعلى هذه الطريق اصطدمت مركبتان آليتان بسبب الإهمال، وهذا ما تبقى منهما، حطام سيارتان وحذاء وقع من قدم صاحبه. جتنا الشرطة كلفتنا بأن احنا ننقضوا هنا، هذه مواطن تبزعت منا النافطة من شاحنة ما باش يوقف سبب في كارثة ناس تموت وراه، وتاني شيء نحمل المسؤولية الكاملة للمسؤولين. مدينة كبيرة زي مدينة العزية، لا في سيارات إسعاف، لا في سيارة مطافي باش تغسل، لا في سيارة شرطة باش جت رفعت الحالات رفعت كذا، ما فيش. هذا الحادث فتح الجرح القديم وذكر من جديد بنقص الإمكانيات الطبية واللوجستية، أمران يجعلان من حياة المواطنين في خطر داهم، ويرفع فرص تعرضهم لحوادث سير وبقائهم دون إسعاف سريع. صار التفاف من سيارة الإنتاج، عدت الصدام بالكامل، والقسم الهونداي فيها عائلة فيها أضرار. طبعا حتى أنا قبل يا أخي والله بربع ساعة لقيت أطفال في حياة، رفعت من المستشفى السوان لمستشفى العزي، حتى المغادي إن شاء الله ربي مش كميت فيهم وخدم. حادث أليم حول الأجساد إلى أشلاء ليجعل من صيانة الطرق وتوفير الدعم الطبي وأجهزة الإسعاف والإطفاء والتنظيف ضرورة ملحة كي لا تتكرر هذه المأساة.